صباح الخير عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف بزاف على الكومنتاريوس البنات اللي قلتوا لي بلي عجبكم فلوغات وبلي نكمل فيهم. اول حاجه البنات، الصباح هذا غادي نخرج، ما غادي تبدل حتى شي حاجه في هذا الروتين هذا. غادي نغسل وجهي بهذاك ديال سيفورات اللي قالوا طبيعي، غنغسل ثاني بهادو اللي شريت كنشري في الفارماسيا، حيت انا صراحه ما كنشريش هادوك ديال ميركادونا وداك الشيء، حيت ما كنحس بهم ما كيغسلوش مزيان وبحال كيضروا اللحم من بعد المده. دابا غادي ندوز نفطر مع انا غادي ناكل تشورك وشوكولاتي برا، يعني هنايا في الدار غناكل غير شي حاجه كقليله اتاي ضروري، حيت اتاي ديال المغاربه ما كاينش في برا، وانا اتاي الا ما شربتوش النهار كامل كيضرني راسي. المهم غادي ندير شي حاجه كنتفرج فيها وغادي نشرب اتاي صافي وغادي نخرج. المهم في هذا الفيديو البنات غادي ندوركم مزيان، غادي تدوروا معايا اللي درت، غادي نصوروا لكم، غنمشي نتغدى على برا، غادي نمشي لدروني، غادي نمشي نتقضى في دروني، داكشي اللي تقضيت في دروني غادي نشاركه معكم حيت خصني شي حاجه. المهم من بعد الفطور غنلبس حوايجي باش نخرج. كما كتشوفوا البنات انا دابا وصلت لالميريا، الميريا كابيتال يعني سنترو. هنا غاديين، يعني غادي نمشي الصراحه انا غاديه مع اختي، واليوم اختي ما خداماش وعندنا فيستيفو في اليخيدو على حسب الفيستا، وولدها ما خدامش، قلت لك ولدها ما قاريش، قلنا شنو نديرو شنو نديرو، يعني غادي غير ندوزو النهار كله في الدار، نمشيو نخرجو ندوزو النهار كله برا مع الدري الصغير باش يدور، باش يعني سميتو باش الثلاث يبدا القرايه ديالو. قلت لهم بلاتي هداو عليا غادي ندوز بعدا لدروني، حيت دروني ما عندناش في اليخيدو، عندنا غير في الميريا بوحدها. مشيت دخلت لدروني نهز فيه داكشي اللي خصني، نشوف شي جديد الا كاين تما كاين، وديك الساعه نمشيو نديرو اللي بغينا، حيت دروني الا مشيت حتى نسيتو ما سميتوش، يعني ما غاديش يعني ما غادي ننساه، وغنمشي تاني شي بلاصه وغادي نحلو فيها وغادي يجيني تاني بعيد، حيت هو كاين في الباسيو وحنايا اصلا بغينا نديو الدري صغير للقصابه. المهم الناس اللي ساكنين في الميريا قصابه، وهي داك الكاستيو ديال الميريا. المهم هنايا بديت كنشوف برودويات، شي حاجه اللي بانت لي هنايا وداك الشيء هنايا ديال الشعر ما بان لي حتى شي حاجه. المهم انا غير كنوري لكم، ولكن المشتريات حتى نوصل للدار، حيت البنات ما غاديش شريت لي الوقت نفتحهم في الزنقه ونبدا نوري لكم. غادي في اخر فيديو غادي نوري لكم داك الشيء اللي خديت. المهم البنات غادي نمشي نخلصوا بالزربه باش ما نضيعوا الوقت. غادي نمشي نخلص بالزربه. هنايا بديت كنسول على واحد المنتج البنات جديد ديال كاتيفا، وماشي داك اللي كنت نعاود نشوفو اول ظهور ديالو في القناه وعلى اليوتيوب حتى نوصل للدار، وغنوريه لكم ونشرح لكم. هنا البنات بدينا غاديين باش نمشيو للجهه ديال فين كاينه القصابه، باش نديو ولد اختي يشوفها من الداخل، حيت دا واحد النهار كان عندهم اكسكورسيون في المدرسه ولا الرحله باش يديوهم لتما ويدوزو النهار كامل بحال هكا في الميريا. ومرض، يعني مرض هو كيديروا الحلاقم بزاف بحالي فاش كنت صغيره وبحال مو، ومرض مسكين وما مشاش وصافي. مو وعداتو قالت لي ديك الدوره اللي درتو في المدرسه غنمشيو غندوروها انا وياك وحسنا. ايوا صافي مشينا بحال هكا اللي غيديروا لي في المدرسه درناها لي حنايا. صافي دابا غنمشيو دابا للقصابه مع اليوم الاثنين البنات، ولينا الناس كله كتسناو حتى هما دايرين واحد الخدمه، واحد الخدمه ديال ما نعرفهاش. نهار الاثنين سدوه وقال لك يخدموا غير ثلاث لا اربع، الخميس الجمعه السبت والحد، الاثنين كيسدوا صافي. مع دايرين هذاك السطر قال لك برويبيد ولا انترادا، بقينا الناس كتشوفوا الكوار عامر كامل داكشي تفرشنا، بدينا غير كنصوروا على برا. صورنا هذا اللي قال لك الري، كان الري ديال المسلمين قديما. وهنايا البنات كما كتشوفوا هاد البلاك هادي داروها من 27 مارس 2015، داروا هاد التمثال هذا صراحه زوين بزاف. كما كتشوفوا البنات صافي هنايا غاديين، حيت لقيناها الاثنين ساده. المهم انايا النهار مثلا شي نهار اللي غادي نمشي ليها ثاني ونديو، حيت خصنا نديو ثاني حيت هذا النهار الاثنين مسدود وما كناش عارفين. دابا البنات صافي فات الوقت الوحده هذه وغادي نمشيو نتغداو، بما ان اسبانيا فاش كتمشي للريستورانتيز ديالهم اول حاجه ما كنحملش
الماكله تكون ريكالين طازه. انا الا بغيتي تكرهيني في الماكله حطيها ليا ماشي اتشا، يعني غير سخونه ومحطوطه. المهم انا فاش كناكل كناكل في دومينوس، كيعجبني كيديروا البيتزا خطيرين وكيطيبوهم، ما كتحسيش بها بايته وسميتو. اما ديك تيلي بيتزا ولا بيتزا هوت ولا ماشي داكشي، ناري ناري البيتزا فوتت 4 ايام ويابسه وقاصحه بحال ديال البهايم، وكيدير لك فواحد الحوت خانز وكيقول لك هاكي كلها بحال انت هي الحيوان. المهم هادو بوحدهم اللي كيعجبوني كيديروا داكشي نقي وزوين. وخاويه البنات مع الوحده دابا خاوي صافي، جلسنا تغدينا. صراحه انا واخا خديت ديك البيتزا كلها والله ما كملتها، خليت فيها شي حاجه ما قدرتش. انا اصلا معروفه مع راه، قلت لاختي نشاركوا وحده، راه علاش غادي تشدي وحده كامله؟ راه انا ما بغيتش، ما كنقدرش، انا ما كنكملش الماكله نكذب عليكم. المهم كليت فيها غير شي 3 ديال الطروفه وخليتها. المهم البنات من بعد صافي غادي اذا درت شي حاجه غادي نشارك معكم. هنا خرجنا البنات البلاصه ديال تيانداس فين كاين داك الباسيو، ولكن سدوا كاع دوك تيانداس حولوهم دابا لسنترو كوميرسيال تور ريكارديناس، يعني خلاو هنا غير دوك تيانداس اللي كيبيع لك داك الكسوه ديال مجلود 119 يورو 100 200. انا كنشوف فين هي الماركه وما كايناش الماركه. هنا البنات غادي ندوز للبنكو حيت خصني نخرج الفلوس اللي خصنا نركبو به داك التران ديال وسط المدينه. صراحه مشينا حتى البلاصه ديال التران داك ديال التوريست وقال لك حتى هو الاثنين ما خدام، تقول بنا ما خدام لا هذاك التران ما خدام لا داك الكوتشي ديال الكوتشي داك اللي بحالو كاين في مراكش ديال الحصان. كنا اصلا بغينا نركبو في الكوتشي وبغينا نركبو في التران ديال وسط المدينه وبغينا نديوه للقصبه، مشينا كامل داك الشيء لقيناه كل نهار الاثنين ما كاين. قال لك يخدم غير الثلاث الاربعاء الخميس الجمعه السبت والحد، الاثنين الواحد الناس اللي باغيين يمشيو ما تمشيوش نهار الاثنين، راه ما كيخدموش البنات. المهم صافي البنات هنايا مشينا لواحد سميتو خدينا لا كلاص صافي، وجلسنا في هاد البلاصه هادي بارده البنات زوينه وبارده. واخا ما قدرتش نحل فيها عيني علاش حيت داك الدس بيض 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 وكيضرب عليه الضو زائد داك الماء. وصافي هنا البنات كانت في الاول مسخه ولكن دابا شفتهم نقاوها بزاف. المهم البنات دابا من بعد ما رجعت للدار غادي نوري لكم البنات المشتريات ديالي. اول حاجه البنات اللي خديت في المشتريات ديالي ديال الصيف، المهم خديت هذا كما كتشوفوا ديال جاكلين. المهم البنات هذا راه كيجي ب 10 مطلق وانايا خديته على حسب البحر، البحر ولا بيسين وداك الشيء كيعجبني نمشي ليه الصيف، وهذا خصوصا البحر البحر حيت منك الشمس، يعني الشمس كتكون كضرب لك في راسك وانا كدوخني بزاف. صراحه كنت كنقلب عليهم العام الفايت ولكن كانوا في شيئين غاليين غاليين بزاف بناتي، اللي راح تضوب اللي شيئين دابا بان ليا مشيت بيت ندير عند واحد البيريدو لقيته بحال تزاد في الاثمنه بزاف ولا غالي. المهم هذا البنات لقيته غير بخمسة اورو. البنات اللي دابا غادي ندوزو نشوفوها هما المشتريات ديال دروني. لقيت واحد المنتج وانا بغيت نجربو، وإلا بغيتوني نجربو معكم في الكاميرا ونقولوها ليا في الكومنتاريو تحت. هذا المنتج البنات اول مره الظهور ديالو على اليوتيوب وعلى القناه ديال اليوتيوب كله وعلى القناه ديالي، وهذا المنتج انا غير مشيت على غفله ولقيته وقلت والله ما نزقل هذا المنتج هذا والله حتى نشريه ونجربه في شعري. المهم غتشوفوا هذا المنتج البنات هو واعر، انا غير شفتو قلت هذا غنحتاجو في الصيف، هذا انا ما يمكنش هذا بغيته. اول حاجه البنات خديت هو هذا جيل دوش حيت كان ناقصني جيل دوش. المهم عندي واحد جيل دوش ديال الفارماسيا ولكن دوك عرفتوني دوك اللي كيكون فيهم الروائح وداك الشيء كيقول لك ناتورال ما نعفسرو وما كيعجبنيش، انا كيعجبني اللي يكون فيه الريحه واخا يديروا فيه السم الا ما كان جيل دوش فيه الريحه ما نغسلش به. المهم هذا البنات قال لك 95% ديال المنتجات الطبيعيه، غادي تسناوني ملي نكمل غادي نشوفو نكذبهم، غادي نديرو ديك يوكا وغادي نشوفو هاد 95% واش بصح ولا كذوب. الحاجه الثانيه البنات اللي خديت من دروني هما هادو اللي ديال بونتوس نيغروس، كتحيدي بهم بونتوس نيغروس. هادو هما البنات اللي كنقول لكم كيحيدو، ماشي بونتوس نيغروس اللي دوك الكحلين دوك اللي كيقولوا لي البنات عافاك شي منتج راه عندي بونتو نيغرو كحل ما عرفت كي غنحيدو، هادوك راه ما كيتحيدوش لا بالكريمه لا بالبوماد لا بتاش حاجه، كيتحيدو البنات بهادو. هادو باش كيتحيدو هاد المسامر كتكي بهاد المسمار هذا وكتعصري. المهم هذا كيدير اورو و 99. شوف اورو شوفوا هاد بوماليو هذا ولا غير
داك اللي كيرطب الشناي، حيت كنبغي ندير مثلا كندير غير بروتيكتور سولار. دابا انا ما كنديرش، انا ما دايراش الفوندو تان، ما كنديرش الفوندو تان هاد الايام هادو، ما كندير ماشي الايام هادي، عام وانا ما كنديروش. من نهار خرجت لانسيت السيرو ديالي الحمد لله يا ربي، ولا وجهي واعر، ما كان حتىش الماكياج. اشنو دار الوجه دابا؟ بروتيكتور سولار. شوفوا اللمعه البنات اللي فيه شحال زوينه، تبارك الله ما شاء الله بالمنتجات ديالي. ما كنشكرهمش انا حيت ديالي، انا كنشكرهم حيت هما طبيعيين وكيعطوا مفعول. حيت انا جربت بزاف ديال المنتجات وداكشي، كان بحال تقولي كنقول هذا المنتج ما بغيتوش، هذا كيدير هكا، هذا كيدير هكا، وصنعت المنتجات ديالي زوينين بيرفيكتوس. المهم ماشي صنعتهم انا، كنصنعهم لي يعني لابوراتوري، انا بحال كونتراتي لابوراتوري باش يصنع لي المنتجات ديالي. هذا البنت كيدير اورو 99، بغيت انا غير دير بحال فازلين، ما كيحمر ما كيزمر، هذا غير كيرطب الشنايف بوحدو. المهم صراحه عييت البنات والله، حتى كان الا قلت لكم بحال هكا راه عييت، كنقول غير هاد الفيديو اللي بقى لي نصور لكم وشريت صافي، غنمشي نغسل وجهي وندير الروتين ديالي السيروم ديالي صافي. البنات لقيت هاد المنتج هذا اللي قال لك غسول الوجه، هذا غادي نحطو غير ابارتي، مازال ما غاديش نجربوه حتى نكمل المنتج ديالي ديال سيفورا. غسل الوجه ديال سيفورا اللي سولوني عليه بزاف كناخذو ب10 اورو في سيفورا، ما فيه لا ريحه لا والو، حيت قال لك 95% ديال المنتجات الطبيعيه. هذا البنات قال لك 94% ديال المنتجات الطبيعيه، ولكن هذا رخيص يعني، هذا مشكوك فيه. هذا كيدير غير بجوج اورو وكدا و90، ديال سيفورا غالي، سيفورا كيدير 11 اورو باش كيدير هذاك التوبو اللي شتو صغيور. المهم هذا البنات كما قلت لكم قال لك باش جلبني فيه، شنو اللي جلبني في هذا؟ قال لك البنات جيل وكالمانتي انتي باكتيريانو وخل الامبيادور فاسيال، يعني هذا كيحيد دوك البكتيريا اللي كيديروا لنا الحبوب في الوجه. وهذا قال لك الناس اللي كيبدو لهم الحبوب ولا اكني، يعني انتي اكني، انا ما فيهاش اكني الحمد لله، ولكن بعد المرات كينطوا لي دوك الحبيبات هنايا بالدهون، كنبغي نحتاج بحال هادو. ودابا راه كاين عندي السيروم، يعني الا نشف ليا راه كنرطبو بالسيروم. هذا قلت لكم البنات نشوفو حيت مشكوك فيه، يكون بثمن ثمن رخيص بزاف وفيه 94 من انغريدينتس طبيعيين. منا من المنتجات ديال دروني، لا مازال ما كملنا المنتجات ديال دروني، دابا غادي ندوز نوري لكم البنات هذاك المنتج اللي قلت لكم عجبني في دروني وبغيت نجربو معاكم. اول مره الظهور ديالو في كاع اليوتيوب، انا صراحه اول مره نشوفو الظهور ديالو في اليوتيوب هو هذا البنات كاتيفا. شوفوا البنات شنو خرجت لنا كاتيفا، خرجت لنا بالنسبه للناس اللي باغيين يكريبو شعرهم. كاتيفا كما كنعرفو هو كيراتين اللي باغي يرطب الشعر، دابا خرج منتج باش يلوي لك شعرك. البنات هاد الصيف غادي تبرعوا ليا باللويه، كما كنعرفو داك اللويه اللي كيقولوا له تكريبيا بيرمانينتي، هذيك كتحرق الشعر، هذيك انا باش نديرها كتحرق الشعر، وكلشي ناس اللي كيكريبيو داكشي كيولي شعرهم مشوط، وكاع الكوافور فاش كيشوف لك شعرك صحي كيقول لك لا ما نقدرش نديرو لك. انا مشيت عند واحد الكوافور قال لي لا، قال لي شعرك غادي يتحرق لي. المهم بقيت كندوز بقيت غاديه في دروني ويبان لي هذا، بقيت كنشوف كنقول واه كاتيفا، شفت هاد شعرها مكريبي، قلت واقيلا غير كيرطب تكريبيا. بديت كنقرا بحال هكا ونقرا قال لك بلي كيرجع لك الشعر ديالك ملوي. حنا غادي نشوفو هنا، قال لك البنات اللي جذبني فيه قال لك 100% طبيعي، هما قالوها الله اعلم. هنا قال لك البنات كيدير لك الريسوس سوبر يعني ديفينيدوس. طريقه الاستعمال ديالو الله اعلم، الا بغيتوني نشرح لكم ونديرو نطبقو حيت انا راه غنديرو شعري، قولوا الا بيتو في الفيديو قولوا لي البنات في التحت، قولوا لي حسنا ديري لنا هذاك المنتج ديال كاتيفا في شعرك باش نشوفو النتيجه مجموعين، واش كدير شي نتيجه ولا ما كيديرش نتيجه. هاد المنتج بشحال كيدير؟ كيدير ب 10 اورو 9 اورو و 99. غادي ندوزو لداخل غنشوفو شحال المنتج فيه، غير واحد المنتج البنات هذا كيجي غير هذا بوحدو ب10 اورو، واش كيدير شي حاجه الله اعلم. قالك هذا قالك كيخليك شعر ديالك مكريبي مكريبي، يعني ها شي دوك الناس اللي كيكون لهم غير طالع ما مكريبيش، الناس اللي رطب يعني كلشي اللي باغي يكريبي شعرو كاتيفا جديده. ولكن حنا ما نقدروش نعرفوا واش زوين ولا خايب حتى
تنجربوا اختي، حيت انا هادشي خديو فلوسي، هادشي ماشي كولابوراسيون. انا كولابوراسيون قطعتها بعامين، هادي ما كنديرش انا الاشهارات. الريحه ديالو زوينه، كتشم فيها بحال بحال الاعشاب. المهم دابا البنات بقات نعرفوا طريقه الاستعمال وداكشي كله. الا بغيتوا الجزء الثاني اللي غندير لكم فيديو خاص بهذا المنتج ونشوفوا واش صح تكريبي ليا شعري، واش ولا ليا داك المكريبي الواعر الزوين ديال الصيف، ديال غير الدوشي وتلقي شعرك ويتكريبا ويولي زوين. هكا كان كيولي ليا شعري فاش كنت صغيره. دابا ما نعرف اختي شنو طرا ليا، ولا لي شعري ما كيتكريبا، ما كيسميتو بحال برطال، يعني نيشان هكا كيجي غير في دوك الموج شويه. ولكن كاين الناس كيقولوا لي شعرك زوين خليه هكاك، ما كيعجبنيش نخليه بحال هكاك، انا كيجيني في راسي بحال رمانه وبرطال. المهم صافي كما قلت لكم البنات، دابا غنجربوا هذا المنتج هذا وغادي نشوفوا، ولكن ماشي دابا، الجزء الثاني ان شاء الله حيت الفلوغ هذا راه غادي يكون طويل. دابا غادي ندوزو نشوفوا اشنو خدينا في بريمور. من بريمور البنات انا عندي اس دين ديالي، يعني انا كندير بروتيكتور سولار اس دين، داك اللي كنوري لكم. اشنو خدات لطيفه في بريمور؟ خدات لاغوش، هي خدات لاغوش وانا خديت اس دين من رمضان مع السيروم. ضروري ديري واقي الشمس في هذا الصيف هذا، الا بيتي الوجه ديالك يولي يشعشع يلمع يولي زوين السيروم. شوفوا البنات شوفوا شوفوا تبارك الله على اضاءه كيدير لي السيروم. المهم كما قلت لكم البنات، هذا الثمن ديالو كيدير ب 17.95، هذا خذته لطيفه ب 17.95. وانا اس دين ديالي خديتها، هذيك اس دين عاديه اللي كنوري لكم ديما، خديتها ب 25 اورو. ولكن الحاجه اللي كرهت في اس دين وما عمري مازال غادي ناخذها اس دين جديده، هي كتنفخ لك العينين. عرفتي من تحت هنا كيوليو بحال مريضين، كينفخ ليا عيني. ما عرفت انا كي كيدير، انا كندير هنا البروتيكتور سولار كيدير كيسلك ليا وسط عيني، عرفتي كي كيتنفخوا بحال درت ليهم الفلفله. هذيك هي الحاجه اللي ما عجبانيش في اس دين، وما بقاش مازال غادي نعاود ناخذ اس دين. كنتسنى غير فين تنكمل اس دين باش نشري شي ماركه. الا لقيت شي ماركه طبيعيه راه غادي نشاركها معكم. المهم هذاك راه كينفخ ليا عيني، اس دين ما كتعجبنيش، ما تلاش غادي ناخذها. غنشوفوا هذا تجربوا لطيفه واش كينفخ ليها عينيها ولا لا. المهم هذا البنات كما قلت لكم ايدراتانت اللي عندها البشره ديالها جافه، هاد السطر الاخضر اللي تاخذ راه مكتوبه فيها كريمه ايدراتانت، وفيها كولور وسين كولور. لطيفه هي خداتها سين كولور بيضاء. نشوفوا اشنو خدات هي في بريمارك. بريمارك خدات هذا، لا عفوا في بريمور خدات هذا باورو و 49. هذا ديك اللي كتغسلي بها الوجه ديالك الاسبونخا باش كتغسلي الوجه، هي خدات هذه ديال السيليكون باورو و 49. بعد البنات خدات بريمارك هادو. انا صراحه التيشيرتات ما كيعجبونيش بزاف، انا ما حيت انايا الاغلبيه كنلبس الكساوي هي كيتلبسوا مع السرا ولا داكشي. خدات هذا 3.50 اورو، خدات هذا زوين، هذا الروسا 3.50 اورو. خدات لون، خدات هاد الكولون شحال كيدير هادشي 3.50 اورو حتى هو. وخدات هاد سوداديرا كما كتشوفو البنات هكا بالكابوتشا ديالها، هاد الروسا هادي زوين. هذا لهذا البنات غادي نشوفوا واش طبيعي ولا لا، يعني واش بصح 94%، حيت انا شكيت فيه يعني حتى ما نقلل بزاف. وقال لك تقدري ديري في الصباح والليل وهذاك الشيء كامل. تسناوني البنات غادي نوري لكم دابا واش بصح. دابا غادي ندوزو البنات نجربوه في يوكا. انا عارفه واش هاد الثمن هذا يا اختي، داري لك 94% ديال المنتجات الطبيعيه وبلا بلا ومصنوع فين هادشي؟ مصنوع في بولونيا والتخربيق والزرميق. وعرفتي شنو فيه؟ فيه غير 39%، يعني ما واصل حتى الربع ديال سميتو، عامر منتجات خايبه.
المهم دابا هذا شنقول لكم، انا معانا بديت واحد هذا ما غاديش نقرب، ما عرفتش نغسل به محل، واش نغسل به وجهي، حيت البنات بديت انا واحد شنقول لكم، بديت واحد الروتين بمنتجات طبيعيه ديال الوجه ديالي، وانا بعدت كامل على هاد المنتجات اللي ماشي طبيعيه. ايوا واش غنقول لكم دابا، غادي نجربوا اللي كيدير ب 10 اورو، هذا البنات غير الكذوب 94 والزفوط، داكشي اللي كيبان ليا. واه هما هي الا كان طبيعي بصح راه ما غاديش يكون ب 94، غادي يديروا ليه 40 اورو. ردوا البال ديما المنتجات اللي كيكونوا عندهم داكشي طبيعي، ما فيهش منتجات خايبه، كيكونوا 40 50 30، هما اصلا كيديروا 40 اورو، كيديروا المنتج اللي كاع عامر كله منتجات خايبه، خليه لك طبيعي، شدوا لك داكشي الطبيعي وحشوا لك هنا، راه غادي يشدوا غيديروا ليه مليار. المهم دابا غادي ندوزو نشوفوا الاخر اللي جات، اللي خديت في السفوره، هذا هو الغالي، هذا غالي، كيدير 11 اورو وصغيور، هذا البنات هو الغالي، وهذا رخيص، هذا درناه قال لك 94% ديال المنتجات الطبيعيه درناه صدق غير الكذوب. دابا غادي نشوفوا اللي غالي، رخيص والغالي، هذا قال لك فيه 98% ديال المنتجات الطبيعيه، غادي نشوفوا دابا. شتو البنات 100%، هما كاع حشمو يقولوا حشمو يقولوا لك 100%، وقالوا هنا كتبوا غير 98، وشوفوا انا شحال خرج ليا اكسيلينتي. هذا اللي غالي هو اللي طبيعي، اللي غالي رخيص غير الزواق، داكشي على البنات شي حاجه اللي اللهم نزيد الفلوس ونشري شي حاجه على البشره ديالي زوينه، ولا نمشي نشري بحال هذا الشيء دابا اللي جالسين قال لك 94% ياك، وعامر بالمنتجات خايبه. تقدرش انا من الصباح كنطلع لوجهي، السيروم ديالي طبيعي، الكريمات ديالي طبيعيين، داكشي كلشي طبيعي، وبالسيف ما صفالي وجهي ولا منور، ما كنديرش كاع الفوندو تان والو، ونمشي نشري بحال هذا الشيء دابا ويخرج لي على وجهي. صافي البنات هادشي اللي بغيت نوري لكم، نسيت نوريت لكم بلي هادشي هذا خداته لطيفه في بريمار، هذا واحد المقشر بلاتي كنطلع عليه، هذا باين غيكون في غلق في القنبول، 41، هذا غير بغيت نقشر به الجسم، نجربوا هذا اللي بقى لينا. المهم البنات كما قلت لكم هذا خرج ليا 6%، هذا مكفس، هذا مالو كما كتشوفوا البنات هنا راه دايرين ليا 95%، 95% وخارج لي هنا غير 6%، ما كيحشموش، صفر حشمت على عرضها، دايره هي غير 98% وصدق 100%. المهم كيما قلت لكم البنات، الى عجبكم ديروا لي في الكومنتاريات تحت، ونزيد لكم البنات فلوغات بحال هكا مفيده.